حياكم الله متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مدفع الإفطار اللي ييكم من باحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة. نحن في الليالي العشر ولا في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة عظيمة اسمها ليلة القدر. يا ترى ليش سموها ليلة القدر؟ لأن هذه الليلة يعني ترفع سميت بليلة القدر لأن أقدارنا يمكن تتغير في هذه الليلة، ترتفع أقدارنا. وليلة القدر هي خير من 1000 شهر، لو جينا حسبناها 1000 شهر يعني يطلع لنا 83 سنة عمل، فإنها ليلة عظيمة، فلازم نحن نزيد من طاعاتنا، نشتغل فيها، نصلي، نقرأ قرآن، ندعي. أيضا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في ليلة القدر، في دعاء قال عنه بلسان السيدة عائشة رضي الله عنها: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فأكثروا من هذا الدعاء، الله يحفظكم إن شاء الله ويبلغكم ليلة القدر وأنتوا بأحسن حال. ننتقل ويا الجمهور الحبايب، حياكم الله ويا مرحبا بكم. وين الابتسامة؟ أنا قلت اليوم في ابتسامة، أنا ما بطلع أي أحد زعلان اليوم، فلازم كلكم مبتسمين. أنتم بخير ورفعوا صوتكم عالي. بعدهم نايمين الجماعة. أنتم بخير وبصوت عالي. الله يحفظكم إن شاء الله وربي يقويكم. يلا بنبلش ناخذ من الأطفال ونبغى ابتسامة، ما يبغى أحد يرفع إيده. تمام؟ إنزين، شو اسمك يا حلو؟ أنت مش مبتسم، ببتسم زين. شو اسمك يا حلو؟ محمد. ليش خايف يا محمد؟ من وين يا محمد؟ تونس. من تونس؟ الله يحفظ. كم عمرك يا محمد؟ 7 سنوات. إنزين محمد، قل لي أصغر إمارة من حيث المساحة أي إمارة؟ إمارة عجمان ولا أبو ظبي؟ ها يا محمد قول. على فكرة قاعد يغششوك ورا. شو؟ ارفع صوتك. عجمان. ارفع صوتك بعد. عجمان. الله يحفظك إن شاء الله. يستاهل جائزة، أعطينا من الأكياس. أيوة، من مركز هنوفر الطبي، تفضل يا محمد. صح؟ الله يحفظك ان شاء الله. انزين نشوف من الحلوين. شلونك؟ اخبارك؟ لحظه شلونك؟ الحمد لله. شو مسويه؟ شو اسمك؟ لما. لما، شلون شهر رمضان وياك؟ كويس الحمد. كويس، الله يحفظك ان شاء الله. كم عمرك يا لما؟ 9 سنوات. ختمتي في القران ولا بعدك؟ بعد. كم جزء باقي لك؟ النص. لسه في النص بعدك. حلو، الله يحفظك ان شاء الله وربي يقويك. انزين الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بمهنتين قبل البعثه، شو ما هالمهنتين؟ اختيارات. شوفي، هي واحدة من عندهم التجارة، والثانية شو هي؟ شيء يعني راعي الأغنام، شيء شو هي؟ راعي الأغنام. أيوة إجابتك صحيحة، الله يحفظك إن شاء الله. أعطينا هذا الكوبون. أيوة، من فوجي تاون. حياك الله، والله يحفظك إن شاء الله وربي يقويك. زين اصبروا. وين الابتسامة؟ قلنا ما حد يرفع إيده ونبغى ابتسامة حلوة. أيوة ابتسامة حلوة. شو اسمك يا بطل؟ تعال يا بطل. لا، أنت لابس أسود. تعال حياك الله. شو اسمك يا بطل؟ محمد عدنان. كم عمرك يا محمد؟ 13. الله يحفظك إن شاء الله. ليلة القدر لو جت شو تسوي يا محمد؟ لازم أكثر من قراءة القرآن والصلوات والطاعات. حلو، دعواتك لمنو تكون أكثر شيء؟ لكل المسلمين ولأهلي وكلهم. الله يحفظك إن شاء الله وربي يبلغك ليلة القدر. إنزين، أين يقع قصر الحصن؟ هو في العاصمة. أي عاصمة؟ شو اسم العاصمة؟ أبو ظبي. أيوة إجابتك صحيحة. تروح تستلم شرطتك من تستلم جائزتك من الشرطة. من الشرطة، من عند أخونا الشرطة هناك. أيوة، مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الله يحفظهم وربي يقويهم إن شاء الله. إنزين شو اسمك يا حلوة؟ نور. من وين يا نور؟ سوريا. من سوريا، مجد الأمة. زين كم عمرك؟ 9 سنوات. إنزين منو قاعد يتابعك يا؟ أمي ولاد خالي وعمي. حلو، شنو حابة تقولي لهم في هذه الأيام المباركة؟ كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يعني يكون صومكم مقبول وإفطاركم شهي. وقولي لهم بعد أنا قاعد أذكركم في دعائي. قولي لهم. وقاعد بذكركم في دعائي. الله يحفظك إن شاء الله. ختمت القرآن ولا بعدك؟ بعدني. كم جزء باقي لك؟ ظل عندي أنا حفظت جزئين وظل عندي سورة المرسلات بجزء. حلو حلو، الله يحفظك ان شاء الله وربي يقويك عليها. زين اكبر اماره من حيث المساحه اي اماره؟ ممكن خيارات سهله وايد. هي العاصمه شو اسمها؟ ابو ظبي. في واحد ورق شغال يغشش فيهم على فكره. ابو ظبي، نعم، من حيث المساحه هي العاصمه ابو ظبي. هذه من سيرينجي، قائمه كوبون بقيمه 500 درهم. تستاهلين، الله يحفظك ان شاء الله. زين
نشوف 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 الأطفال اللي هناك. شلونك؟ شو أخبارك؟ زينة. أنت قاعد تقولي لي تعال وما قاعد ترفعين صوتك؟ ارفعي صوتك. شو اسمك؟ غزل. غزل، كم عمرك يا غزل؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ خمسة ستة؟ How old are you؟ في الإنجليزي تتكلم؟ How old are you؟ Eight. إيت، الله يحفظك إن شاء الله. شلون شهر رمضان وياك؟ بعد أكلمها بالإنجليزي لازم؟ ترجم لها، ترجم لها يا شيخ. يلا ترجم لها، كيف رمضان وياك؟ How was the Ramadan with you? Good or bad? Good. Good. تصومين؟ You are fasting or not? Are you fasting? Are you fasting? شوي. شوي 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 شوي. يعني سألت سؤال ونعطيك جائزة على طول. إنزين شو رأيك؟ تعطينا كلمة لأهلك اللي قاعدين يتابعونك، تقولي لهم كلمة حلوة، حلو قبل الفطور، ومن بعدها تربحين جائزة. شو رأيك؟ زينة. لا قولي لهم كلمة. شنو زينة؟ زين قولي لهم كلمة، كلمة لأهلك قاعد يتابعوك. Tell them some good words. يا هو هذا الجود وورد. هذا قوليها الكلمات الحلوة اللي قاعدين يتابعوك. ها يلا قولي. I love my family. الله يحفظهم إن شاء الله وربي يقويهم. عطيها جائزة وتستاهل. تفضلي، هذه من مركز هانوفر الطبي. الله يحفظك إن شاء الله وربي يقويك. زين حياكم الله متابعينا الكرام من جديد. طبعا شوف آخر متسابق هذا وحليلة واقف من الصبح. أنا تعال تعال تقدم، تعال تقدم، تقدم شوية. تعال تعال. شو اسمك يا حلو؟ محمد. محمد كم عمرك يا محمد؟ سبعة. سبعة. ليش زعلان يا محمد؟ مش زعلان. بلا وجهك ملامحك زعلان يا أخي. ليش؟ حد مزعلك من الحضور ولا لا؟ قول حد مزعلك؟ زين محمد ما في حد مزعلك. حلو حلو. زين نحن في العشر الأواخر من رمضان، شو حاب تقول لأهلك في رمضان؟ قولهم قولهم عادي أي شيء أي شيء قول لهم. قول الله يحفظكم، أنا أحبكم يا أهلي، ربي يقويكم. قول بخاطرك، قول بخاطرك. بخاطرك. هي قول، قول بخاطرك. من خاطرك. أيوة من خاطرك. شو تقول لهم؟ قول لهم أحبكم أهلي. بحبكم لأهلي. الله يحفظهم وربي يقويهم إن شاء الله. إنزين ما هي بنت النوخذة؟ هل هي نوع من أنواع السمك ولا نوع من أنواع الحيوانات ولا نوع من أنواع النباتات؟ وايد سهل هذا السؤال. سمك. السمك. سمك. نوع من أنواع السمك. يعطيك العافية وتستلم جائزتك من القيادة العامة لشرطة الفجيرة عند عمنا الشرطي اللي هناك موجود. يلا روح لله يحفظك إن شاء الله. طبعا إخواني وأخواتي لا ننسى الدعاء اللي خبرتكم عنه. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. الله يبلغنا ليلة القدر وأحنا في أحسن حال. طبعا تقبلوا تحيات إخواني الموجودين الكرو إذاعة الفجيرة وأخوكم عبد الله الهاشمي. حفظكم ربي وصياما مقبولا وإفطارا شهية. حاسم ادفع دان ثابت حاسم ادفع جازم راسم اخطاء سيد استرام سيد حاسم ادفع الى الامام معتدى ياسر مدفع الإفطار جاهز مدفع الإفطار أمين